أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. تقدم معنا في تفسير الآيات التي مرت في الدرس الماضي نهاية قصة غزوة أحد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه
أن يستعدوا وأن يخرجوا لتتبع كفار قريش حتى لا يظن الأعداء أن المسلمين قد وهنوا وأنهم ضعفوا بسبب ما أصابهم في المعركة من قتل 70 منهم ومن الجراحات الكثيرة التي حلت بهم. أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعدوا أن يخرجوا لتتبع قريش في حمراء الأسد، وهذه الغزوة تعرف بغزوة حمراء الأسد. فخرجوا متبعين لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا سمعا وطاعة لله ولرسوله مع ما كان بهم من الجراحات والآلام. وهذا كان فيه من دقة النظر وجودة التخطيط ما فيه من الدق من القوة وإظهار الجلد وإظهار مكانة المسلمين وقدرتهم على ردع أعدائهم. الأمر قد ساور كفار قريش في أنهم يرجعون إلى المسلمين ليستأصلوا شأفتهم بعد أن ظهر لهم هذا النصر. فلما رأوا أن المسلمين قد استعدوا لملاقاتهم وذهبوا لتتبعهم ولوا هاربين. فالله سبحانه وتعالى يثني في هذه الآية الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هؤلاء الذين استجابوا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وذهبوا مع ما بهم من الآلام والجراحات، هؤلاء إنما فعلوا ذلك طاعة لله وابتغاء رضوانه. فالله سبحانه وتعالى أثنى عليهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، بعد ما أصابهم في غزوة أحد من الآلام والجراحات وقتل كثير من أحبابهم وإخوانهم. فالله سبحانه وتعالى وعدهم هذا الأجر العظيم للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى وهو الكريم، ولا يخلف الله سبحانه وتعالى وعده. هؤلاء المسلمون عندما خرجوا لتتبع الكفار جاءهم بعض من أرسله كفار قريش ليشيع الرعب في صفوف المسلمين وأنهم لن يستطيعوا ملاقاة كفار قريش، فكفار قريش قد جمعوا لهم جموعا كبيرة. فهؤلاء المسلمون اعتصموا بإيمانهم الذين قال لهم الناس. من هم هؤلاء الناس؟ هذا مبعوث بعثه كفار قريش ليثير الرعب والفزع بين المسلمين، أن قريشا ستكر عليهم مرة أخرى وأنهم قد جمعوا لذلك جموعا كثيرا. ماذا قالوا؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس المقصود بهم كفار قريش هنا. فاخشوهم، قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما زادوا على ذلك، وكان في خروجهم هذا خيرا كثيرا، حيث ولى الأعداء هاربون ولم يمسس أحد منهم المسلمين بسوء. قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، رجعوا إلى المدينة وقد حصلوا ما أرادوا من كبح الأعداء وإبعادهم عن مرادهم، وحصلوا أعظم من ذلك الفضل العظيم الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى به لإطاعتهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، يعني ما قابلوا كيدا ولا حربا ولا أصيبوا في هذه الغزوة، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وهذا فيه بيان
لأهمية اتباع أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك مما يجلب الخير والبر والأجر العظيم للإنسان. واتبعوا رضوان الله بإطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فيما طلب، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا فيه تطمين وحث للمؤمنين ألا يستجيبوا لداعية الأعداء ولا لوساوس الشياطين، بأن هؤلاء الأعداء أصحاب قوة وأنهم سيكرون عليكم وأنهم سيستأصلونكم، فلا تستمعوا لهذا، هذا من وساوس الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذا كان هؤلاء الكفار يتولون الشياطين وهم أولياؤهم، فالمؤمنون وليهم الله سبحانه وتعالى، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء الذين يسارعون في الكفر المنافقون واليهود الذين كان سعيهم وأملهم هزيمة المسلمين، يتعاونون مع كل من يعادي المسلمين، يثيرون الشكوك ويثيرون البلابل حتى ينفروا الناس عن الإسلام. فالله سبحانه وتعالى يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هؤلاء أعوان الشياطين ولن ينتهوا. وإذا كان الخطاب هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوقت الذي كان يتنزل عليه الوحي وقد وعده الله سبحانه وتعالى بالتأييد والنصر، فهذا خطاب للأمة، هذا خطاب للأمة في كل زمان ومكان، أن الأمة يجب ألا تستكين لوساوس الأعداء وتشويشاتهم، وألا يحزنوا لما يجري، لأن هذا إنما يجري بقدر من الله سبحانه وتعالى. ما يصيبهم ما يؤلمهم في هذه الدنيا إنما هو بقدر من الله سبحانه وتعالى، ولحكمة أرادها ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ما أكثر ما نقرأ في التاريخ وما أكثر ما نشاهد في عصرنا هذا من مكر الأعداء ومكر الكفار بالمسلمين، وسعيهم لإضلالهم وسعيهم لإضعافهم وسعيهم للاستيلاء على خيراتهم، فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله، ولا يجري شيء في هذا الكون إلا بقدره وبعلمه سبحانه وتعالى. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، أمر الله غالب وشرعه ظاهر ودينه باق إلى قيام الساعة، كما بيّن ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام لأمته. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، إنما يضرون أنفسهم، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. هذا الإمهال وهذا الإملاء وهذا الذي يجري منهم دون أن يعاجلهم الله سبحانه وتعالى بالعقوبة، هذا زيادة في ما يصيبهم في يوم القيامة، يؤاخذون به زيادة في العذاب في يوم القيامة، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. في يوم القيامة ليس لهم إلا النار، ويزيد العذاب عليهم بأسباب أعمالهم هذه، ولهم عذاب عظيم، هذا ما توعدهم الله سبحانه وتعالى به. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، وهذا فيه تشنيع وتعريض باليهود، هؤلاء الذين أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم كتابه وأرسل إليهم رسوله موسى عليه السلام، هؤلاء الذين بقوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في المدينة، كان من المفترض أن يكونوا أتباع موسى على الحقيقة،
وأن يتبعوا الدين الذي جاء به موسى عليه السلام. وفي هذا الكتاب الذي أنزل على موسى فيه الإشارة والبيان بنزول محمد عليه الصلاة والسلام وبأنه نبي آخر الزمان، لكنهم تركوا ذلك فاشتروا الكفر بالإيمان، استبدلوا الإيمان بالكفر، كمن باع بيعة بشيء قدم ثمنا، الثمن الذي قدموه للكفر هذا الذي وقعوا فيه هو الإيمان الذي كان ينبغي أن يتحلوا به. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، هؤلاء إنما يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم في يوم القيامة. قال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذا الذي يقع من الكفار، الذي وقع من الكفار واليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يقع في كل زمن ولا يعاجلهم الله سبحانه وتعالى بالعقوبة، هذا زيادة في النكاية بهم، لأن هذه كلها تحسب عليهم في يوم القيامة ويضاعف لهم العذاب بسببها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته لا يعاجل عباده بالعقوبة، يمهل لهم. لماذا؟ لعل بعضهم أن يتوب، لعل بعضهم أن يرجع، ولو عاجلهم بالعقوبة لأخذهم عدلا ولا لوم في ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته وحكمته كان يمهل لهم لعلهم أن يتوبوا، لعلهم أن يرجعوا. فإذا لم يرجعوا ولم يتوبوا كانت أعمالهم هذه وبالا عليهم في يوم القيامة، ولن يضروا الله شيئا لأن أمر الله سبحانه وتعالى غالب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا خطاب للمؤمنين. قد يقول قائل فلماذا يمكن الأعداء من المسلمين؟ لماذا يترك الأمر لهم للإساءة والإضرار بالمسلمين والظلم والاستيلاء على بلادهم والاستيلاء على حقوقهم؟ هذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن تبقى هذه الحياة رخية سهلة هينة دون أن يكون فيها اختبار، ودون أن يكون فيها تمحيص، ودون أن يكون فيها ابتلاء، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى حتى يتميز الخبيث من الطيب. يظهر إيمان المؤمن ونفاق المنافق وكفر الكافر. هذا كيف يمكن أن يحصل؟ فما لم تحصل هذه الفتن وهذه المصاعب وهذه الآلام فإنه لا يمكن أن يحصل التمييز. هذا لحكمة، فينبغي أن يقنع المسلمون بقدر الله سبحانه وتعالى وأن يفيئوا إلى حكمته وأن يرضوا بحكمه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وهذا دليل على أن الإسلام والمسلمين في كل زمن لا بد أن يبتلوا، لا بد أن يحصل لهم من المكدرات والشرور والآلام الشيء الكثير، لكن هذا ليس لأن الله سبحانه وتعالى تخلى عنهم، حاشا الله حاشا الله، إنما هذا لحكمة أرادها الله ليميز الله الخبيث من الطيب، يتبين المؤمن الصادق من غيره ويتبين الكافر من المؤمن حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذا في علم الله وفي غيبه أمر مقرر ثابت، وإذا لم يستطع الإنسان أن يتفهم هذه الحكمة ولا أن يصل إليها لا يمكن له أن يطالب بأن يطلع على غيب الله تبارك وتعالى. هذا الأمر بالغيب، الإيمان بالغيب، هذا من الإيمان، من أركان الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب، لأن الغيب لله سبحانه وتعالى،
لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذا الله سبحانه وتعالى أذن لرسول من رسله يطلعه على بعض غيبه، كما أطلع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على أمور من أمور الغيب. مثل ماذا؟ مثل ما يجري في حياة البرزخ، الإنسان عندما يموت ويدفن في قبره، ما يجري عليه هل يمكن أن يعلم بالعقل وبالتجارب وبسؤال الناس؟ لا، ما عرفنا ما يجري للإنسان من بعض ما يجري للإنسان في قبره إلا بما أخبرنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام. من أين له أن الله أطلعه على شيء من غيبه؟ وهكذا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه من أمور الحساب والجزاء والشفاعة ودخول الجنة وما في الجنة وما في النار، وهذا شيء كثير، لكنه في جانب غير بالله سبحانه وتعالى شيء قليل. الغيب لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يطلع أحد على غيب الله كله، لأنه لو كان كذلك لتساوى مع الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مستحيل. وهنا يقع كثير من المفتونين وكثير من الضالين في مزالق خطيرة عندما يزعمون أن بعض أوليائهم أو بعض أئمتهم أو بعض متبوعيهم أنهم يعلمون الغيب. هذا أمر عظيم أيها الإخوة، لا يمكن أن يحصل لأحد. إذا كان أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله لا يحصل لهم إلا شيء يسير بإذن الله سبحانه وتعالى يطلعهم عليه، فكيف ببقية الخلق؟ حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقبل من أحد من المسلمين أن يزعم أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع ما أكرمه الله به ومع أنه سيد الخلق وخير خلق الله أجمعين، لا يمكن أن يدعى له بأنه يعلم الغيب. يعلم بعضا من الغيب أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا ما في غيب الله سبحانه وتعالى شيء كثير يعلمه سبحانه وتعالى، وهو متضمن لحكمته ولعلمه ولقدره سبحانه وتعالى. فهو عندما تجري هذه الأمور في الدنيا حتى وإن كانت على خلاف مراد الناس أو بعض الناس، هذه بعلم الله وبقدرته، وهذه في غيبه موجودة، ليست أموراً طارئة وليست خارجة عن علم الله سبحانه وتعالى. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لماذا؟ لو اطلع الخلق أو بعض الخلق على الغيب لتساووا مع الله سبحانه وتعالى في العلم، وهذا أمر مستحيل، لأن هذا إنما هو لله تبارك وتعالى. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يختار من رسله من يطلعه على بعض غيبه بإذنه سبحانه وتعالى. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، إيمان بالله وآمنوا برسله أنهم من عند الله، وأن ما يقولون لكم فيما ينقلونه عن الله سبحانه وتعالى في الوحي الذي يوحى به إليهم أو فيما ينقلونه لكم من غيب الله الذي أطلعهم عليه، آمنوا به واقبلوه وصدقوا به ولا تكذبوه، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذا ثواب وجزاء الإيمان بهؤلاء الرسل وبما ينقلونه عن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يصح ولا يقبل أن يكون هناك إسلام صحيح دون أن يكون هناك إيمان بالله وبرسله وقبول لما يقول به هؤلاء الرسل، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي يرفض أو يرد أو لا يقبل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام كلا أو بعضا، هذا ليس من عداد المؤمنين. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذا الإيمان مع التقوى
الإيمان بما جاء به الرسول والإيمان بالله هذا ثوابه الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى، وهذا أمر كله متصل ببعضه، متصل بما كان عليه اليهود ولا زالوا من الكفر والمكر والتضليل والكذب على الله سبحانه وتعالى. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. المال هذا في هذه الدنيا مال الله، من أين أتى هذا؟ هذا المدفون في الأرض أو الذي يوجد على ظاهرها أو هذه الأموال التي تكون من نزول المطر والنبات وما يخرج منه، كل شيء في هذه الحياة الدنيا مما يعد من الأموال كله من الله سبحانه وتعالى ومن فضله. ها؟ فهؤلاء الذين يبخلون يقصرون ويشحون بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من هذا الفضل في الإنفاق في وجوه الخير وفيما أمر الله سبحانه وتعالى به، لا ينبغي أن يظنوا أنهم حصلوا بذلك خيرا وأنهم صانوا أموالهم وكثروها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا شرا لهم إذا بقوا على ذلك، بل هو شر لهم. لماذا؟ لأنهم سيطوقون في يوم القيامة ما بخلوا به، هذا الشيء الذي بخلوا به في الدنيا سيتحملونه في الآخرة ويكون عليهم وبالا. جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه السلام قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، يعني هذا الذهب والفضة قال تصفح له صفائح من نار، يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم في موقف الحشر. ها؟ كما قال الله تبارك وتعالى. فلذلك لا يظن من بخل بما آتاه الله سبحانه وتعالى أن هذا هو الخير له لأنه صان أمواله وكثرها، لأن ما ينتظره في يوم القيامة من جزاء هذا البخل فيما أمر الله بالإنفاق فيه هذا سيكون وبالا عليه في يوم القيامة. وهنا وقفة أيها الإخوة في قضية الإنفاق. الإنفاق من المال، والمال مال الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في حق المكاتبين قالوا آتوهم من مال الله الذي آتاكم، مال الله هو الذي آتاكم هذا. لكن هذا الإنفاق درجات، فيه درجة لا يتسامح فيها ولا يقبل من الإنسان أن يتأخر فيها، وهو الإنفاق الواجب وهو الزكاة. الزكاة هذا حق الله في المال، فلا يصح من أحد مهما كان كبيرا أو صغيرا إذا ملك نصابا أن يتأخر في أداء الزكاة. الزكاة هذه ركن من أركان الإسلام، فإذا تأخر في أدائها أخل بركن من أركان الإسلام وينتظره العقاب الأليم في يوم القيامة. وهذا الأمر هو الذي دعا أبا بكر رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتال مانع الزكاة. هؤلاء منعوا الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هنالك طوائف منعوا أداء الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذها منا ويدعو لنا، فالآن من يدعو لنا؟ مات الرسول فنحن نؤديها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم. فما رضي منهم أبو بكر بهذا،
لأن هذا حكم شرعي باق إلى يوم القيامة، ليس في حياة الرسول فحسب. فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى، مع أنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما بالك بمن لم يكن كذلك. بلا شك أنه إذا قصر في هذا له عذاب أليم. هنالك نوع آخر من النفقة الواجبة على الأهل والأولاد، ومن تجب على الإنسان نفقته إذا كان والده، إذا كان قريبه محتاجا وهو مستطيع أن ينفق عليه هذا القريب تجب عليه نفقته، فلم يؤدها يؤاخذ عليها. لكن تأتي بعد ذلك أمور الفضل، أمور الزيادة، أمور الاستكثار من الخيرات والترقي في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، الإنفاق في وجوه الخير. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الإنفاق في وجوه الخير وما أكثرها، في كل شيء. فهذا الذي ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه الله سبحانه وتعالى، لا تخافوا، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وكما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في كل يوم ملكان يناديان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. هذا الإنفاق، وما نقص مال من صدقة بل يتزيده، بل تزيده، كما جاء عن النبي عليه السلام. فهذا الأمر الفضل والإحسان هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، لكنه يحرم إذا لم يؤده، يحرم من الخير ويحرم من الأجر ويحرم من الدرجات العلى التي أعدها الله للمنفقين. أما الإنفاق الواجب إذا قصر فيه أو تركه هذا يؤاخذ عليه في الدنيا ويؤاخذ عليه في الآخرة. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، ليس من جهدهم ولا من كدهم ولكنه بفضل الله، لا يحسبونه خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لله ميراث السماوات والأرض، يعني إذا أعطى عبدا من عباده فأحسن في هذا المال كان هذا الإحسان وسيلة لبقاء هذا المال في يده ولزيادته، لكن إذا أساء فإن الله سبحانه وتعالى وهو صاحب الملك يمكن أن يسلبه منه وأن يعطيه لغيره. ثم تأتي آية عظيمة أيها الإخوة، وجرأة تبين جرأة وقع فيها هؤلاء اليهود، استهانوا فيها بمقام الله تبارك وتعالى، بمقام الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إلى هذا الحد، الله صاحب المال والخالق والرازق والمتكفل بكل شيء والغني عن كل أحد، فقير. عندما نزل قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي حث، من الذي يسارع، من الذي يبادر يقرض؟ سماه الله سبحانه وتعالى قرضا، قرضا لله، والقرض هذا يرد إلى صاحبه، لكن إذا اقترضه الله سبحانه وتعالى وعد عليه بأن يرده أضعافا مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. ماذا قالوا وهم يريدون أن يكدروا على المسلمين وأن يشوشوا عليهم وأن يصرفوا الناس عن الإيمان وعن الدخول في الإسلام؟ ماذا قالوا؟ قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزلت هذه الآية ماذا قال اليهود؟ قالوا: يا محمد، إن ربك فقير يطلب القرض، إن ربك فقير يطلب القرض. فأنزل الله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. يعني هؤلاء نسوا
نسوا جرائمهم وفضائعهم وقتلهم الأنبياء، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذا في يوم القيامة إذا بقوا على كفرهم هذا وعنادهم وضلالهم. إذا أخذهم الله في يوم القيامة بما قدموا وبما قالوا وبما ظلموا فهذا من باب العدل، لا يظلم ربك أحدا، ذلك بما قدمت أيديكم. العقاب والعذاب والنكال الذي ينتظرهم في يوم القيامة بسبب ما قدموا، وأن الله ليس بظلام للعبيد، حاشا الله أن يظلم، وما ربك بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هذا الكلام كان في الشرائع السابقة قبل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كانت القرابين هذه تقدم للتوبة وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فتنزل نار من السماء تأكل تحرقها. لكن هذه شريعة جاء بها نبي آخر الزمان، ليس فيها هذا الكلام، ليس فيها أن القرابين تأكلها النار. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول، فيما مضى، لكن الآن هذا الرسول، يعني تكذبون على الله أنه قال لكم حتى هذا الرسول الذي يبعث في آخر الزمان إذا لم يأتكم بقربان تأكله النار لا تؤمنوا به؟ من أين لكم هذا؟ الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، جاراهم الحق تبارك وتعالى في قولهم. هذا الذي طلبتموه حصل، لكن ماذا حصل منكم؟ حصل فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى كلفكم أن القرابين هذه تأكلها النار، لا يأكلها أحد. ها؟ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، جاءوكم بالشرائع وطلبوا منكم هذا الأمر أن تقدموا القرابين التي تأكلها النار، فماذا كان منكم؟ ها؟ هذا حصل، فما الذي حصل منكم؟ فلما قتلتموهم؟ حصل هذا الأمر، وكان هذا حسب زعمكم أن هذا هو الذي يفتح لكم باب القبول وأنكم تؤمنون. حصل هذا، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، بهذا الذي طلبتم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. هؤلاء قتلت الأنبياء، وهذه هي الوصمة العظيمة والشناعة الكبيرة الملازمة لهذه الأمة، اليهود قتلهم الأنبياء، قتلهم الأنبياء، يعني ما اكتفوا ولا اقتصروا على الظلم والإساءة والكفر، بل تجاوزوا الأمر إلى قتل أنبيائهم، وهذا ما أثبته الله سبحانه وتعالى في مواطن عديدة. قل فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، لو كان هذا الأمر هو الذي يدعوكم للإيمان والتسليم والقبول فلماذا قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بهذا المطلب؟ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وهذا فيه تطمين للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي يوجه الخطاب فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، الأمر الذي يوجه الخطاب فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو خطاب للأمة، لأن الأمة سواء مع النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. لا تحزن، هذه سنة الله التي مضت في هؤلاء الخلق وفي هذه الأمة. إن كذبوك لست أنت أول المكذبين، كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات وجاءوا بالزبر بالكتب والكتاب المنير، كل شيء جاءوهم به لكنهم ما قبلوا. لا تحزن، هذه سنة متبعة، وهذا أيضا خطاب للأمة
أن الأمة مهما كان معها من النور والحق والخير والهدى الواضح الذي يختلف عما يقع في الكون من الظلم والإساءة وسوء التدبير وسوء التقدير، إلا أن هذه سنة متبعة، هذه ليست غريبة، لكن تعود إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى ليميز الخبيث من الطيب، حتى يتميز هذا، حتى يعرف هؤلاء. وإذا أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وإذا عاقبهم في الدنيا أو أدخلهم النار في الآخرة فلا لوم في ذلك، لأنه بسبب أعمالهم، وقد أمهل الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا. فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، هذه صيغة من صيغ العموم لأنها صدرت بهذا اللفظ، كل نفس ذائقة الموت، وهذا يدخل فيه من؟ كل الخلق، بمن فيهم الأنبياء وبمن فيهم محمد عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة، وهذا تمهيد لهذا الأمر حتى لا يستغرب المسلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات. وتعرفون من القصة التي مرت معنا أنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كبعض الصحابة يعني من هول الفاجعة أنكروا وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لا يمكن أن، حتى روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما ذهب لملاقاة ربه كما ذهب موسى وسيعود، ومن قال إنه مات ضربته بالسيف. هول الفاجعة، ها؟ هذا تمهيد، كل نفس ذائقة الموت، لا ينجو من الموت أحد، كل الخلق هؤلاء سيموتون. لكن العبرة ما هي؟ المسألة لا تنتهي بالموت، الكلام فيما بعد الموت، لأن الموت نهاية الآجال ونهاية الأعمال، ما بقي الإنسان شيء، هذه الدنيا نهايتها بالموت، والدنيا مزرعة الآخرة، هذه هي التي كان فيها الأمل متاحا والأمر واسعا للعمل وابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يتنبه الإنسان لهذا الأمر وإذا لم يكتسب الخير في هذه الدنيا، بالموت ينتهي كل شيء ولا يبقى إلا الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. كل نفس ذائقة الموت. طيب وإذا مات ماذا بعد الموت؟ قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الميزان، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز العظيم. الفوز العظيم أن الإنسان يجنبه الله دخول النار، وإذا جنبه دخول النار أين يذهب؟ سيذهب إلى الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل ما في هذه الحياة الدنيا كله عرض زائل، أما الشيء الباقي والشيء الأهم والأعظم هو ما يكون في الآخرة وما أعده الله سبحانه وتعالى من الجزاء الحسن ومن العذاب الأليم للكفار والمشركين والعياذ بالله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا أعظم المطالب، أعظم المطالب أن يجنب الله عبده النار وأن يدخله الجنة، ما بقي أعظم شيء، هذا أعظم شيء. المطالب الأخرى لا تساوي شيئا، أن يرزقه الله الصحة، أن يرزقه الأزواج الأولاد، أن يحقق، إذا دخل الجنة تحقق له كل شيء، إذا سلم من دخول النار ودخل الجنة تحقق له كل ما يريد، لهم فيها ما يدعون ما يطلبون، كل شيء لهم في هذه الجنة.
النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الحديث الصحيح قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة. صوت العصا، صوت العصا هذا، موضع العصا هذه في الجنة. قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا الشيء اليسير هذا من باب التقريب حتى يتصور الناس، لأن في الجنة كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تتصور فالجنة أكبر وأعظم من ذلك كله. فلذلك ينبغي أن يحرص الإنسان المسلم على ابتغاء رضوان الله وطلب الجنة. سألك اللهم الجنة وأعوذ بك من النار، سألك الجنة وأعوذ بك من النار، هذا أعظم المطالب. والذين يهونون من هذا الموضوع ويقولون: لا، نحن لا نسأل الله الجنة وإنما نسأله فضله، نسأله رؤيته، نسأل، هذا كله يحصل، لكن الأهم ما هو؟ أن تجنب النار وأن تدخل الجنة. وإذا دخلت الجنة سل ما شئت، سل ما شئت، كل المطالب موجودة في داخل هذه الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يجنب النار، وأن يكفينا شر الأشرار وفجور الفجار وشر طوارق الليل والنهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وعباده وأهل الإسلام في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يظهر الهدى ودين الحق الذي وعد به، إنه على كل شيء قدير.